يقول مصطفى حجازي في كتابه التخلف الاجتماعي مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور أن الإنسان المتخلف كالمجتمع المتخلف سلفي أساسا، يتوجه نحو الماضي ويتمسك بالتقاليد والأعراف بدل التصدي للحاضر والتطلع للمستقبل. وتزداد السلفية شدة وبروزا بمقدار تخلف المجتمع وبشكل يتناسب طرديا مع درجة القهر التي تمارس على الإنسان فيه. مصطفى حجازي في كتابه التخلف الاجتماعي هو محاولة لدراسة التكوين النفسي والتكوين الذهني للإنسان المتخلف والأساليب التي يواجه بها مأزقه الوجودي. فحسب الكاتب، يتلخص وجود الإنسان المتخلف في وضعية مأزقية يحاول مجابهتها في سلوكه وتوجهاته وقيمه وكذلك مواقفه، ليحفظ لنفسه بعض التوازن النفسي الذي لا يمكنه العيش بدونه، ويتجلى هذا المأزق في القهر المفروض عليه. وبالتالي فهذا الكتاب هو دراسة لعلاقات القهر والتسلط من ناحية، ورد الفعل عليها من رضوخ أو تمرد من ناحية ثانية، ولخصائص العقلية المتخلفة والعوامل المسببة لهذا التخلف من خلال العلاقة بينها وبين التسلط والقهر من جهة، ثم بينها وبين سياسات التعليم من جهة ثانية، كما أنه رصد للأساليب الدفاعية التي يواجه بها الإنسان المقهور ما يتعرض له من قهر، الانكفاء على الذات والتقوقع حولها من خلال التمسك بالتقاليد وبالرجوع إلى الماضي المجيد والتماهي مع المتسلط والسيطرة الخرافية على المصير مثل الأولياء، الجن، العفاريت، السحر، الحسد، تأويل الأحلام وقراءة الطالع وغيرها من الأساليب واللجوء إلى العنف. وهذا الأخير تناوله مصطفى حجازي بالشرح والتحليل، مبينا مظاهره دون إغفال وضعية المرأة في هذه المجتمعات وأوجه وملامح القهر المفروض عليها والوسائل التي تواجه بها هذا القهر. كتاب التخلف الاجتماعي كتاب قيم يساعد على فهم نفسية المتخلف، ومن ثم تفسير ما اعتدنا على مشاهدته في مجتمعاتنا المتخلفة، ووصولا إلى جذوره وأسباب نشأته. من يكون مصطفى حجازي؟ هو عالم نفس ومفكر لبناني حاصل على الدكتوراه في علم النفس من جامعة ليون بفرنسا. اشتغل أستاذا للصحة الذهنية بجامعة لبنان، ثم انتقل إلى جامعة البحرين، يطمح من خلال مشروعه الفكري إلى توظيف علم النفس في خدمة قضايا التنمية الإنسانية، حيث درس وحلل سيكولوجية القهر والهدر في كتابيه التخلف الاجتماعي والإنسان المهضور، وهي أبرز أعماله إلى جانب الصحة النفسية والعصبية وآفاتها وكتاب الحدث الجانح. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.